سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رباعی مجرد بدن کی رباعی مجرد را یک بار مشورت بر وزن فعل لا یفعل لو فعل لتن چون دحرجت غلطانی دن دحرج یدحرج دحرجت فهو مدحرج ودحرج یدحرج دحرجت فذاک مدحرج لم یدحرج لم یدحرج لا یدحرج لا یدحرج لن یدحرج لن یدحرج الامر من دحرج لتدحرج لیدحرج لیدحرج والنهی عنه لا تدحرج لا تدحرج لا یدحرج لا یدحرج وظرف من مدحرج مدحرجان ابواب رباعی مزید فی بدن کے رباعی مزید فی رس باب مشہور است باب اول بر وزن تفعل لا تفعل لو تفعل لن چون التدحرج غلطیدن تدحرج 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 فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرج فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الامر منه تدحرج لتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب دوم بر وزن افعل لا يفعل لو افعل لا چون لاق شعرار موی بر بدن بر خاطر اقشعر 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 فهو مقشعر واقشعر يقشعر اقشعر فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لا يقشعر الامر منه اقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر والظرف منه مقشعر مقشعران باب السفون بروز افعل لا يفعل لو افعل لا لن تنالح رنجام أمبوشلان احرنجم يحرنجم احرنجم فهو محرنجم وحرنجم يحرنجم احرنجم فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان ابواب مثال ثلاثي مجرد باب اول مثال وفي اسباب ضربت من الوعد والعدة وعد كردان وعد يعيد وعد وعيدة فهو وعيد وهو اذا يوعد وعد وعيدة فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعيد لا يعاد لن يعيد لن يعاد الامر منه عيد لتوعد ليعيد ليعاد والنهي عنه لا تعيد لا توعد لا يعيد لا يعاد والظرف منه موعد وجم مواعد والآلة منه ميعاد ميعادة ميعاد وجم مواعد ومواعيد وفعل تفضيل المذكر منه أوعد والجمع أواعد والمؤنث منه وعد وعديات وعد باب الدفن مثال وفي الضربات شن اليسر والميسر قمار باختن يسر 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 وميسر فهو يسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الامر منه يسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تسر لا تسر لا يسر لا يسر والظرف منه ميسر والجمع مياسر والآلة منه ميسر ميسرة ميسر والجمع مياسر ومياسر وفعل تفضيل المذكر منه ايسر والجمع اياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر باب السفن مثال وفي أسباب سمعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجل فهو واجل ووجل يوجل وجل فذاك موجل لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الأمر منه يجل توجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجم مواجل والآلة منه مجل مجلة مجل والجم مواجل ومواجل وفعل تفضيل المذكر منه أوجل والجم أواجل والمؤنث منه وجل وجلات وجل باب تعرف مثال وفي أسباب كرما جن الوسام والوسامة حسن شدان وسم يوسم وسام ووسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الأمر منه أوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا يوسم وظرف منه موسم والجم مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسم والجم مواسم ومواسم وفعل تفضيل المذكر منه أوسم والجم أواسم والمؤنث منه وسم وسميات وسم أبواب مثال ثلاثي مثل باب أول مثال وفي أسباب إفعال جن الإيقاد عطش فرختان أو قد يوقد إيقادا فهو موقد وأوقد يوقد ويقاد فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الامر منه اوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد والظرف منه موقد موقدان باب دفن مثال وفي اسباب تفعيل التوكيل سبورت كردام وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الامر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل موكلان باب السفن مثال وفي اسباب مفعلات من المواظبه
مسلسل کارکردم واظب يواظب مواظبة فهو مواظب ومواظب يواظب مواظبة فذاك مواظب لم يواظب لم يواظب لا يواظب لا يواظب لن يواظب لن يواظب الأمر من واظب لتواظب ليواظب ليواظب والنهي عن لا تواظب لا تواظب لا يواظب لا يواظب وظرف من مواظب مواظبان باب چهارم مثال واقعي أسباب تفعل چون التوكل توكل کردن توكل يتوكل توكلا فهو متوكل وتوكل يتوكل توكلا فذاك متوكل لم يتوكل لم يتوكل لا يتوكل لا يتوكل لن يتوكل لن يتوكل الأمر منه توكل لتتوكل يتوكل يتوكل والنهي عنه لا تتوكل لا تتوكل لا يتوكل لا يتوكل والظرف منه متوكل متوكلان باب پنجم مثال واو أسباب افتعال الاتقاد وتشفرختن اتقد يتقد اتقادا فهو متقد واتقد يتقد اتقادا فذاك متقد لم يتقد لم يتقد لا يتقد لا يتقد لن يتقد لن يتقد الامر منه يتقد لتتقد ليتقد ليتقد والنهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد والظرف منه متقد متقدان باب ششم مثال واوی اسباب استفعال چون الاستجاب سزاوار چیزی شدن استوجب يستوجب استجاب فهو مستوجب و استوجب يستوجب استجاب فذاك مستوجب لم يستوجب لم يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لن يستوجب لن يستوجب الامر منه استوجب لتستوجب ليستوجب ليستوجب والنهي عنه لا تستوجب لا تستوجب لا يستوجب لا يستوجب وظرف منه مستوجب مستوجبان أبواب أجوف ثلاثي مجرد باب أول أجوف وابي أسباب النصرات القول قفتان قال يقول قال فهو قائل وقيل يقال قال فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لا يقول لا يقال الأمر منه قل لتقل يقل يقل والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل والظرف منه مقال والجم مقاول والآلة منه مقال مقولة مقال والجم مقاول ومقاويل وأفعل تفضيل المذكر منه أقول والجم أقاول والمؤنث منه قول قوليات قوال باب دوم أجواف يا أي أسباب ضربت البيع فروختا باع يبيع بيع فهو بائع وبيع يباع بيع فذاك مبيع لم يبع لم يبع لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع الأمر منه بيع لتباع ليبيع ليباع والنهي عنه لا تبيع لا تباع لا يبيع لا يباع والظرف منه مبيع والجم مبايع والآلة منه مبيع مبيعة مبيع والجمع مبايع ومبايع وفل تفضيل المذكر منه أبيع والجمع أبايع والمؤنث منه بوع بويات بويع باب السفوم أجوف وابي أسباب سمعت الخوف ترسيدا خاف يخاف خوف فهو خائف وخيف يخاف خوف فذاك مخوف لم يخف لم يخف لا يخاف لا يخاف لن يخاف لن يخاف الأمر منه خف لتخف ليخف ليخف والنهي عنه لا تخف لا تخف لا يخاف لا يخاف والظرف منه مخاف والجم مخاوف والآلة منه مخواف مخوافة مخواف والجم مخاف ومخاويف فالتفضيل المذكر منه أخوف والجم أخاوف والمؤنث منه خوف خوفيات خواف ثلاثي مزيد أجواف باب أول أجواف وابي أسباب إفعال چون الإقامة قائم كردن أقام يقيم إقامة فهو مقيم وأقيم يقام إقامة فذاك مقام لم يقم لم يقم لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام الأمر منه أقم لتقم ليقم ليقم والنهي عنه لا تقم لا تقم لا يقم لا يقم والظرف منه مقام مقامان باب دوم أجواف وابي أسباب التفعيل چون التقويم استوار كردن قوم يقوم تقويما فهو مقوم وقوم يقوم تقويما فذاك مقوم لم يقوم لم يقوم لا يقوم لا يقوم لن يقوم لن يقوم الأمر منه قوم لتقوم ليقوم ليقوم والنهي عنه لا تقوم لا تقوم لا يقوم لا يقوم والظرف منه مقوم مقومان قوم 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 قومت قومنا قومت قومتما قومتم قومتي قومتما قومتن قومت قومنا قوم 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 يقوم يقومان يقومون تقوم تقومان يقومن تقوم تقومان تقومون تقومين تقومان تقومن أقوم نقوم يقوم يقومان يقومون تقوم تقومان يقومنا تقوم تقومان تقومون تقومين تقومان تقومنا أقوم نقوم لم يقوم لم يقوم لم يقومون لم تقوم لم تقوم لم يقومنا لم تقوم لم تقوم لم تقومون لم تقومين لم تقوم لم تقومنا لم أقوم لم نقوم لم يقوم
لم يقوم لم يقوم لم يقوم لم تقوم لم تقوم لم يقومنا لم تقوم لم تقوم لم تقوم لم تقوم لم تقوم لم تقومنا لم أقوم لم نقوم لن يقوم لن يقوم لن يقوم لن يقوم لن يقوم لن تقوم لن تقوم لن يقومنا لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقومنا لن أقوم لن نقوم لن يقوم لن يقوم لن يقوم لن يقوم لن يقوم لن تقوم لن تقوم لن يقومنا لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقوم لن تقومنا لن أقوم لن نقوم قوم 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 لتقوم 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 لتقومنا ليقوم 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 لتقوم لتقوم ليقومنا لأقوم لنقوم ليقوم 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 لتقوم لتقوم ليقومنا لأقوم لنقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقومنا لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا تقومنا لا يقوم لا يقوم لا يقوم لا يقوم لا تقوم لا تقوم لا يقومنا لا أقوم لا نقوم لا يقوم لا يقوم لا يقوم لا يقوم لا تقوم لا تقوم لا تقوم لا يقومنا لا أقوم لا نقوم شاباش بھائی شاباش. اگلا باب لکھیے بھائی. باب سوم اجوف واوی. باب سوم اجوف واوی اسباب مفاعلہ. اسباب مفاعلہ چون المقاومت مقابلہ کردن. مقاومہ واو ہے بھائی قاف دو نقطوں والا. چون المقاومہ تو مقابلہ کردن. قاومہ یقاوم مقاومتن. قاومہ یقاوم مقاومتن. فہو مقاوم فہو مقاوم. وقوما دو واو آئیں گے. وقوما یقاوم مقاومتن. یقاوم مقاومتن. فذاك مقاوم فذاك مقاوم. لم يقاوم لم يقاوم لم يقاوم لم يقاوم. لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم. لن يقاوم لن يقاوم لن يقاوم لن يقاوم. الأمر منه قاوم الأمر منه قاوم لتقاوم قاوم لتقاوم. ليقاوم 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 ليقاوم. والنهي عنه لا تقاوم لا تقاوم. والنهي عنه لا تقاوم لا تقاوم. لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم لا يقاوم. والظرف منه مقاوم مقاومان. والظرف منه مقاوم مقاومان. لکھ لی بھائی کردان. اچھا بھائی دیکھیے یہاں اس میں فاعل آیا مقاوم. قانون آپ نے کیا پڑھا تھا بھائی؟ الف اس میں فاعل کے بعد واو. الف اس میں فاعل کے بعد بھائی شاباش واو یا آئے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کرتے ہیں. لیکن یہاں حمزہ نہیں کیا بھائی. دراصل یہاں شرط پوری نہیں. اس قانون کی ایک شرط یہ ہے کہ اس فعل میں بھی اعلال ہوا ہو.
فیل میں کیا ہوا ہو اعلال اعلال ہوا ہو یہاں دیکھو فیل قاوم یقاوم یقاوم قاوم اور یقاوم میں دیکھو واو وہاں اعلال نہیں ہوا بھئی تو یہاں بھی اس لیے اعلال نہیں ہوگا بھئی تو یہ قوانین کی شرطیں ہیں مولانا بہت سے شرائطیں لیکن اصل قانون آپ کو یاد ہونا چاہیے جہاں سمجھ میں آئے شرائط اگلی کتابوں میں آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے بھئی اچھا اچھا بھئی آج آپ کو صیغہ بتلانے کا طریقہ بتلاؤں بھئی صیغہ کیسے بتلایا جاتا ہے یعنی صیغے میں کیا کیا چیزیں آپ کو ذکر کرنی چاہیے بھئی بھئی سب سے پہلے صیغے کے اندر یہ ذکر کیا جائے کہ یہ مثلا کون سا صیغہ ہے واحد مذکر غائب ہے واحد مذکر حاضر ہے جمع مذکر غائب ہے کون سا واحد متکلم ہے یا جمع متکلم سب سے پہلے یہ بیان کیا جائے بھئی اس کے بعد وہ فعل ذکر کیا جائے جس فعل سے آیا ہے یعنی ماضی ہے مضارع ہے امر ہے نہی ہے وہ فعل ذکر ہوگا پھر اس کے بعد معروف ہے یا مجہول ہے بھئی سمجھ میں پھر اس کے بعد کہ شش اقسام میں کیا ہے ثلاثی مجرد ہے رباعی مجرد ہے ثلاثی مزید فی رباعی مزید فی خماسی مجرد یا خماسی مزید فی اچھا اس کے بعد بھئی کہ هفت اقسام میں یہ کیا ہے بھئی هفت اقسام میں صحیح ہے مثال ہے اجوف ہے ناقص ہے محموز ہے کیا ہے وہ بتائیں بھئی اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ کس باب سے ہے باب ضاربہ سے ہے باب نصرہ سے ہے باب افعال سے ہے باب تفعیل سے ہے سمجھنے یا باب فعلالہ سے ہے وہ باب بتلائیں بھئی اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے کوئی تعلیل یا تخفیف وغیرہ اس میں ہوئی ہے کوئی ابدال ہوا ہے تو پھر اس کو بیان کیا جائے بھئی کہ یہ اصل میں یہ تھا اس وزن پر تھا اور اس میں پھر یہ قانون لگا اور یہ صیغے میں یہ اس طرح تبدیلی آئی پھر یہ صیغہ اس طرح بن گیا بات سمجھ میں آئی تو حاصل یہ کہ چھ چیزیں تو ضرور ذکر ہوں گی ہر صیغے میں چھ چیزیں سب سے پہلے صیغہ کون سا ہے پھر فعل کون سا ہے پھر معروف ہے یا مجہول ہے پھر اس کے بعد شش اقسام میں کیا ہے ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی پھر اس کے بعد هفت اقسام میں کیا ہے صحیح ہے مثال ہے اجوف ہے کیا ہے بھئی پھر اس کے بعد کس باب سے ہے مولانا کس باب سے ہے سمجھ میں اور ساتویں چیز کہ اگر اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے وہ جن میں قانون جاری ہوا ہے پھر ان میں یہ ساتویں چیز بھی آ جائے گی کہ یہ اصل میں کیا تھا کس وزن پر تھا کس کی طرح تھا اور پھر اس میں قانون کیسے جاری ہوا اور کیا تبدیلی کس طرح ہوئی اس کے اندر بھئی سمجھ میں آیا مثلا بھئی آپ سے کوئی پوچھتا ہے سعید تم کون سا صیغہ ہے سعید تم سعید تم تو آپ کیا کہیں گے صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف آگے ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد اس کے بعد سعادہ مادہ ہے اس کا تو یہ صحیح ہوا صحیح اسباب سمیعہ ہے سعیدہ یا سعیدو اسباب سمیعہ قانون تو اس میں کوئی بھی نہیں جاری ہوا طریقہ آیا بھئی تو کیسے بتایا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمیعہ بھئی طریقہ آ گیا بھئی چھ چیزیں ہیں یہ چھ بس ہر صیغے میں یہ چھ چیزیں ضرور بیان ہوں اور اگر قانون وغیرہ لگا ہے تو پھر اس میں قانون وغیرہ بھی ذکر کر دیں اور وزن بھی ساتھ ذکر کر دیں بھئی جی چلیے بس مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام